الا جيت وقلت لكم كاين واحد الشخص اللي نجا من الموت سبعة المرات او لاح في دور ربي من الموت سبعة المرات وفي الاخر قرر انه يقتل راسه، واش غادي تيقوني ولا لا؟ اذا فانا غادي نجاوبكم على هذا السؤال، كاين وهذا الشخص هذا هو روي سوليفان اللي هو واحد مواطن امريكي تزاد سنة 1912 وقرر انه يقتل راسه سنة 1983 على العمر ديال 71 سنة. هذا الشخص هذا اللي هو روي كان كيخدم في واحد الحديقة وطنية لولاية فيرجينيا، وكان اشتهر بهذه القضية ديال انه ضربوا البرق سبعة المرات، يعني نجا من الموت سبعة المرات في الخرق انه قرر يقتل راسه. اذا كان اشتهر بهذه العيبة لدرجة ان الناس اللي كانوا قرابين ليه او الناس اللي كانوا كيعرفوه ما كانواش كيقدروا انهم كاع يقربوا ليه او لانهم بالمرة يعمروا زعما الساحة ديالو لحقاش كانوا كيعتبروها الاقتراب منه كيعرض حياتهم للخطر. كيفاش البلان ديال انه ضرب البرق سبعة المرات وما ماتش؟ نبداو باول مرة. اول مرة كانت سنة 1942، كان روي جالس في العمل ديالو في الحديقة، يعني ما بيه جالس نيشان عادي كبحالو كبحال الايام العادية، حتى بدات واحد العاصفة، عاصفة رعدية كانت ضغطة، المهم كانت عاصفة قوية. فهو مشى تخبى في احد الابراج المراقبة ديال ديك الحديقة، غير هو داك البرج ما كانش مهيئ مزيان لديك العاصفة، يعني بقى كيضرب البرق كيدخل البرق، واحد اللقطة هو يدخل البرق وضرب روي، ضربه في الكتف ديالو الايسر وتحرقات له يده من هنا كاملة، غير هو ما ماتش. يعني واحد الحاجة اللي غريبة نوعا ما انه ضربوا البرق هنا في كتفه كامل تحرق ولكن حفظ الله وما ماتش. دوز المرة الثانية، المرة الثانية كانت سنة 1969، كيف ما العادة كان روي كيمشي للعمل ديالو غادي بالسيارة ديالو كيبحالو كيبحال الأيام العادية، غادي في السيارة ديالو للعمل ديالو شوية عاوتاني بدات العاصفة بدا البرق كيضرب هو يضرب السيارة ديال روي، بما أدى أن داك البرق فاش ضرب السيارة تكونت واحد الطاقة كهربائية لداخل السيارة، خلى داكشي اللي خلى انه الشعر ديال روي وحجبانه تحرقوا، والضغط اولا عدد دقات القلب ديال روي ارتفعوا بزاف وكان غادي يموت فيها ولكن ما ماتش. او ثاني مره الثالثه سنه 1970، كان روي جالس في حديقه ديال الدار ديالو كبحال الايام العاديه، جالس عادي ما عليه ما بيه، شويه بدات العاصفه هو يضرب البرق ضرب احد اعمده الكهرباء اللي هو البوطو، مما ادى الا ان هذيك الطاقه الكهربائيه انتشرت وهي ضرب روي ضرباتو عاوتاني مره اخرى في الكتف ديالو، ولكن هذه المره ماشي حرقاتو زعما في يدو بحال هكا بحال المره السابقه، هذه المره من يعني من الكتف وحرقاتو من ظهرو ولكن ما ماتش عاوتاني المره الثالثه. المره الرابعه كانت سنه 1972، كان روي جالس في العمل عاوتاني يعني في الحديقه الوطنيه اللي خدام فيها، فبدات العاصفه وضرب عاوتاني روي ضربوا البرق، ولكن هذه المره هذه البرق ضرب روي نيشان يعني قصدو ضربوا الراس ديالو حرق له شعره، ولكن الغريب في الامر هو انه ما ماتش. يعني الناس كاع اللي كانوا كيسمعوا هذه الاخبار ما تيقولوش لحقاش انه ضربوا البرق ولكن ما ماتش، ولكن روي كيأكد هذا الشيء يعني في واحد المذكرة ديالو. غير هو في هذه المرة الرابعة روي كان معروف على أنه ما تيخافش وعلى أنه شجاع، ولكن في هذه المرة الرابعة بدا كيرتكب الخوف وبدا كيتخلع، يعني بدا كيقول مع راسو أن شي قوة خفية كتحاول تقتلو أو أن شي واحد في الخفاء باغي يتهنى منه، إذا فارتكب الخوف ولا خايف من هذه القضيه. المره الخامسه كانت سنه 1973، كان روي جالس في الحديقه كالعاده في الخدمه ديالو، ولكن كيف ما قلنا يعني المره الرابعه ارتكبوا الخوف ولا كيخاف، يعني لاحظ تكون ديال واحد السحاب بدا يعني كانه عاصفه جايه، فروي انه خاف وناض قرر يتخلى على العمل ديالو يمشي للسياره يركب ويهرب، ولكن في الطريق ديالو اولا في الطريق هو غادي هربان عاوتاني ضرب البرق السياره ديالو، غير هو هذه المره ما طرا ليه والو وما وقع ليه والو، ولكن اكد روي انه في الطريق ديالو هو غادي هربان كان البرق تيضرب باستمرار قرب من السياره ديالو،
حتى ضربها، ولكن موقعيه هو والو. والمرة السادسة كانت سنة 1976، حيت عاوتاني روي كان جالس في العمل ديالو، هو بدا يلاحظ تكون ديال السحاب جاي كأن عاوتاني عاصفة جاية. فهاد المرة قرر أنه يهرب، وهو هربان على رجليه، لحقاش كان كيعتقد بأن ديك السيارة أو لديك حتى ديك المرة فاش كان ضرب البرق قرب من السيارة ديالو، اعتقد أن السيارة هي اللي كتجبد البرق ليه، وهي اللي كتسبب في أنه باش يضربو البرق. فهاد المرة هادي قرر روي يهرب بلا ما يستعمل السيارة ديالو، يهرب على رجليه. فمرة أخرى هو هربان على رجليه ضرب البرق، غير هو هاد المرة ضربو في رجليه. وأكد روي أنه ملي ضرب البرق في رجليه في الرجل اليسرى، الحذاء اللي كان لابس طار من بلاصتو، يعني تقطع وتحركات ليه رجليه من التحت، ولكن ما ماتش، يعني مرة أخرى نجا من الموت. المرة السابعة اللي كانت سنة 1977، كان روي داخل في واحد القارب صغير كيصطاد السمك، لحقاش تما في ولاية فيرجينيا عندهم واحد الموسم ديال كيمشيو يصطادو فيه، كيكون السمك كيمشيو يصطادو. دونك روي كان داخل كيبحالو كيبحال الناس يصطاد السمك، فبدات واحد العاصفة. فروي بمجرد ما انه شاف العاصفة قرر انه يخرج، وهو خارج زعما خارج هربان، عاوتاني البرق ضرب القارب ديالو وتهرس. غير هو روي استطاع انه يخرج من النهر ويوصل لليابسة بسلام، حامل معاه داك شوية السمك اللي اصطاد. خدا عاوتاني السيارة ديالو واتجه غادي هربان. في الطريق ديالو تعرضوا له الدبابة وكلاو له كاع السمك، ما خلاو ليه حتى شي حاجه. وهذا الشيء كامل كيقدر روي في احد المذكرات ديالو، حقاش هو قبل ما يقرر انه يقتل راسو كتب هذا الشيء في المذكرات. وهنا زاد روي تاكد بان واحد القوه خفيه او شي واحد في الخفاء كيصيفط ليه هاد الاعداء او لا باغي يقتلو باش ما كان. ولكن واخا هكاك روي بقى متفائل وبقى انه طامح انه شي يوم من الايام غتولي الحياه ديالو عاديه كيبحالو كيبحال الناس. ولكن غادي توقع واحد الحاجه اللي غتخلي روي انه صافي غادي يستسلم، واللي هي انه طاح في واحد الحب ديال واحد الفتاه اللي كانت كتخدم معاه نيت في نفس الخدمه. فروي بقى جالس كيحبها، واحد النهار توجه ليها هو يطلب منها الزواج، لكن مع الاسف هذيك البنت رفضات الزواج بروي. فهنا روي صافي طلع ليه الدم، وتاكد ان هاد النحس او هاد القوه الخفيه ما غاديش تبعد منه، وما غاديش تخليه يعيش كيبحالو كيبحال الناس وغيعيش حياه عاديه. دونك فقرر انه يقتل راسو ويهني زعما كاع هاد المشاكل يتهنى منهم وصافي. هادشي اللي كان، فقرر انه يقتل راسو. وكانت هذه هي القصه ديال روي الحزينه صراحه المشوقه في نفس الوقت. نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، كنشكركم كاع الناس اللي وصلوا حتى لهاد ليطاف في الفيديو. كنتمنى انكم ديروا لايك الا كنتو مازال ما درتوش لايك، وتبقاو ديروا سبسكرايب وتخليو لنا شي كومونتير باش تحفزونا اننا نديروا لكم الحلقه الثانيه ان شاء الله والقصه الثانيه. وشكرا لكم بزاف.